FM. الكلمة ليك. بالنسبة لوائل، أحسن ذكرى بقات في مشاركته في كأس العالم للأندية، شنو اللي بقى في ذاكرة وائل جلوس؟ أحسن ذكرى معناتها كيفاش لعبنا ضد الترجي التونسي، معناتها واحد لعب ضد خوه تعيش معناتها معاه طارق جلوس في الدار، معناها معناتها خوها من بعد تلقى روحك ضده، معناتها تبدا تخمم كيفاش باش كيجي معاك في كونتاكت في حاجة كيفاش معناتها باش تتصرف، اما معناتها كيفاش تصرفت فوالا سيست وما سيستوش جيت انا وياه في كونتاكت معناتها الحمد لله بعد عليك معناتها مش نسيس وهذه الاحتراف وهذا كل ثانيات فوالا وباهي تقريبا هكا فرصة ويتعلم من خوه دونك بعد التجربة نتاعو ومعناتها كي يلعب كاس عالم الاندية باش معناتها الناس تعرفوا معناتها انت غرمتوا كرة اليد ولا هو مغروم؟ لا هو تغرم وحده معناتها بعد ما تدخل زاد كيف اي مو ربما زاد شاف خول كبير فوالا هما زاد تبارك الله تقريبا نسخه مطابقه لاصل في الشبيهه دونك تقريبا اقرا برشا من بعضكم وين اي ديما معناتها اصحاب اكثر من اخوه نخرج ديما مع بعضنا معناتها متفاهمين بالكدا مش كيما معناتها اخوه ما نتعرفوش بينات بعضنا وشنو الفرق بين كونك لعبت معه سابقا في جمعيه الحمامات ولعبت ضده في مباراه البارسا ترجي، شنو الفرق بين الزوز لحظات يعني بين خوك يبدا بجنبك وبين خوك يبدا ضدك؟ خوك يلعب جنبك ديما معناها هو خوك معاك معناتها مع بعضكم كيما نقولوا تلعبوا كان باش تربح انا باش يربح هو وكان خاطر معناتها احنا في نفس الجمعيه، اما تلعب ضده معناتها كل واحد يلعب باش يربح يدافع على درافوف ولا يدافع معناتها على الجمعيه اللي يلعب فيها. هذا في خصوص دونك التجربة مع طارق جلوز من خلال المباراة هذه، وطارق معنا على المباشر. دونك طارق مرحبا بك وصحة شريبتك. مرحبا بك صحة شريبتكم الكل، يعطيك الصحة. طارق وائل كان صريح ومباشر، قال لك يا خويا كل واحد يلعب على الدرابو نتاعو، في المقابلة هذه دونك قدمت لي عليا وما يهمنيش دونك إذا كان وائل خسر إذا كان طارق فوالا خسر المقابلة نتاعو. صحيح بطبيعة كما قلت أنت كل واحد يلعب على درابو، هو في برشلونة وانا في الاسبيرانس، وانت في نورمال اي واحد ما يحبش يخسر بس هكاك كنت وصلت شي خليها ما مثلش وفي الاخر ربحك هو فوالا عاد معناها وخرج دونك نتصور الشيخة عند وائل اكثر من طارق. اي الشيخة عنده اكثر. نبر عليك برشا طارق ولا والله مش برشا معناها خفي اما خفي الماتش يقول لي ولا هو خرج فرحان فوالا دونك باللقاء هذا خاصة، حتى كان صرح مباشرة بعد المباراة تقريبا أهم ما بقى في دونك في ذاكرة وائل جلوس بعد المقابلة هذيك وبعد الفوز على الأقل نقول بالتشامبيونز بكأس العالم للأندية، يعني بقى الحوار المباشر اللي جمعه بشقيقه الصغير في مسابقة عالمية كبيرة برشا هي كأس العالم للأندية. بالنسبة ليك طارق كيفاش تعاملت مع اللحظة هذيك، تلعب ضد خوك يلعب في فريق كبير اسمه برشلونة، انت تلعب وتمثل الترجي الرياضي التونسي، كيفاش تعاملت مع اللحظه هذيك؟ والله بحكم معناتها اللي انا اول تجربه لي وهو اول تجربه لي زاد معناتها في بطوله العالم للانديه، معناتها كنا بالحق معناتها في الوديل معناتها ديما مع بعضنا ديما، كانت بالحق تجربه انا معناتها ما كنتش نتوقعها معناتها باش تكون كيما تجربه هذيك. طارق به يبدو له يسمع فينا طارق يسمع فينا نسمع فيك طارق هاي تكمل دونك طارق ليك الخط. كما قلت لك معناتها كانت تجربة معناتها ماهيش سهلة خاطر بحكم انك انت تلعب في العالمية معناتها نيفو اختر معناتها الحمد لله اكسبيريونس جاتني وانا صغير تعلمت منها برشا وان شاء الله يا ربي نعود قبل مره اخرى. قبل ما نكملوا نحكي وعليك وعلى وائل جلوس ساعه، نحب نسال على صحتك طارق بعد العمليه اللي اجريتها مؤخرا على يدك، لاباس توا؟ والله لاباس الحمد لله، ما انت كنت عديت 3 أسابيع ما زالي اسبوع نحكي البلاتر بعدك شهر ريدوكاسيون ان شاء الله نرجع نلعب. ان شاء الله لاباس طارق. نحكي عليك على تجربتك مع الترجي الرياضي التونسي بعد جمعيه الحمامات، طارق جلوس كيفاش لقى روحه في فريق الترجي؟ معناتها كنت في جمعيه الحمامات ومن بعديك مشيت جمعيه الترجي، مشيت للترجي الرياضي التونسي
معناتها بري 15 يوم باش كنت عديت مع معناتها سوبر كوب والكوب دي كوب. كنت معناتها كنت معناتها في المستوى فرحوا بيا معناتها كجروب غادي كمسؤولين يا اخي ولينا نتفاهم معناتها قالوا لي كان هكا باش نولي معناتها نحكي مع جمعيه الحمامات ونولي نمشي معاهم على مده 4 سنوات. وكيفاش لقيت روحك يعني في الفريق توا طارق جلوز مع الملاعبيه والاطار الفني والفريق الكل؟ والله كنت دخلت معناتها من الاول في الجروب بحكم معناتها الاولاد الكل بس معناتها نعرفهم خاطر كنا عدينا مع بعضنا استاجاتي كيف ناسيونال وقت اللي كنا هوني. كنا معناتها حتى في معناتها حتى في كي تلقانا قاعدين ماذا بيهم يدخلوني اكثر ما يمكن في الجو. والحمد لله معناتها ما لقيتش صعوبه كبيره باش دخلت في جروب تاع رجريا. طموحات طارق جلوز اكيد يظهر لي تتمنى تحترف في فريق اوروبي كيما اخوك وائل. شكون الفريق اللي تحب تحترف فيه طارق؟ والله انا معناتها نحب نحترف في اي ايكيب معناتها تكون في ليفو عالي في الاوروب. بدي نكون نميل للجمعيات اللي كان مشارك خويا اللي كان هو اول معناتها اول تونسي يدخل الكيل ومن بعد كان تنقل لبرشلونه. تقول انت حلك ثنيه اللي كنتي هكا هو بدا باش تلقى انت ثنيه اسهل منه يظهر لي. ان شاء الله. ان شاء الله طارق. نعرف وائل شنو النصايح اللي تعطيهم لطارق اخوك في اكيد في كره اليد؟ يوم انت كيفاش يلعب نتفرج الماتشات نتاعهم ساعات كي نبدا غادي بعد كي نقول له شنو مال الاغلاط اللي عملهم كيفاش لازم يلعب كيفاش يعني قاعد تبع فيه. ايوه تبع بالطبيعه. ومعناتها وتكلموا في اتصال وتقولوا ونحكيوا معناتها ديما وقاعد يطبق معناها في التعليمات نتاع خوه شوي شوي في رمضان. شكون متعب شكون وائل متعب طارق ولا طارق متعب وائل؟ كل واحد على روحه كل واحد على روحه. يعني فما هنا تعبين زوما في رمضان دوك ما يتعبوش بعضهم. طارق وانت شنو كيف نفس السؤال شنو ربما تنصح وائل هكا حاجه ما تقول له ما تعملهاش ولا اعمل هكا حتى في طبيعته ما نعرفش مش كان في الكوره؟ لا في طبيعته معناتها كنا بحق متفاهمين انا اخويا على الاخر معناتها كيما اصحاب كيما في اي حاجه يكون ينصحني معناتها وكي نبدا انا نشوف حاجه مثال هكا ماهيش انا عجبتني نولي نعطي راي يسمعني معناتها ما يعكسنيش ولا ما يقولكش انت اصغر مني وما تعرفش دوك ما تنصحنيش. لا لا حتى كي نصحني نقول له كلمه هاو كي يسمعها كان يحب يجاوبني تسمع وين كلامه نصيحة متاعو تسمعها ولا ساعات مش ديما مش كل شيء اما الاكثريه نسمع كي تبدا اكيد نصيحة في بلاصتها تسمع الخبرة مع اكيد مع حتى هو عنده خبرة يمكن كما نقول يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر نجم يبدا عنده راي بي. طارق نعش خلي لك كلمة الختام قبل ما نختمه معاك الوائل ولا انت في مسيرتك نعرفش مستقبلك مع ترجي رياضة تونسي؟ لا ان شاء الله ما عندنا نقول لخويا ربي يوفقك وان شاء الله عام الجاي ما عندنا يكون يهز الالقاب اللي ويكون يا خو انتوندو اكثر باش يوري اللي هو معناتها راهو وائل جلوز راهو في نيفو عالي. وتحب تلعب معاه تلعب ضده مره اخرى؟ ان شاء الله نتلاقاو في السوبر ان شاء الله مش نتاع الفنايه العام اللي بعده. ان شاء الله يعطيك الصحه طارق جلوز بالتوفيق ليك انت زاده في مسيرتك مع الترجي الرياضي التونسي وكيف ربما ان شاء الله نراوك زاده محترف ونجم كبير كيما اخوك على خطى اخوك وائل جلوز. يعطيك الصحه طارق. ميرسي بوكو عايش كابا فان الكلمه ليك.